السلام عليكم، معاكم كولي. اذا كنت اول مره تشوف قناتي لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدا. لا تنسى تشوف المقطع للنهاية لأن في فيلم ما يخص قصة اليوم بس يخص نفس قضية اليوم اللي هو اختطاف طيارة، بس بالفيلم شخص مختطف وحدة بالطيارة، فلازم تشوفونه. هذا من أجمل الأفلام اللي شفتها، وانتو تعرفون ذوقي ما يحتاج، حلوة الثقة. بس والله شوفوا قصة اليوم فيها قمود، ولازم تشوفون المقطع للنهاية لأن في سؤال راح أسألكم إياه ويمكن تعطونا إجابة مقنعة. قصتنا اليوم من أكثر القصص قمود اللي صارت في القرن العشرين واللي زاد شهرتها إن لحد يومنا هذا ما حد لقى لها حل. قصتنا اليوم صارت في 24 نوفمبر عام 1971. كان الوقت بالليل ومثل ما تعرفون نوفمبر ليلة جدا بارد. وصل حق السلطات تهديدات ان في شخص راكب الطيارة ومعاه قنبلة، وهذا الشخص يقول اذا ما حصل على فدية مالية، يعني اذا ما عطوه مبلغ مالي هو طالبه والمبلغ هذا المالي جدا كبير، راح يفجر الطيارة ويذبح كل الركاب والطيار، طبعا باسلوب التهديد. هذا الرجال اسمه دان كوبر، هذا دان كوبر اسمه مسجل مع قائمة المسافرين، وحجز تذكرته في يوم يسمونه يوم عيد الشكر، وحجز تذكرته اللي راح يطير من مطار بورتلاند الدولي والمتجهة إلى مدينة سياتل. طبعا الرحلة اللي طالعة من مطار بورتلاند الدولي إلى مطار مدينة سياتل راح تستغرق 30 دقيقة بس، لأن مدينة سياتل قريبة مو بعيدة حيل. دان كوبر على حسب ما قالوا شهود عيان إنه كان لبسه مثل لبس البزنس مان، أو مثل ما نسميه إحنا عندنا هني رجال أعمال، أو مثل ما نسميه عندنا رجل أعمال، يعني لبسه كان زي أنيق، كلش مو زي واحد يهدد، من الأخير لبسه كأنه واحد شايف خير، ما يحتاج فلوس. يقولون إن بهذه الطيارة كان فيه 36 راكب فقط، غير الطاقم، وكان دان كوبر قاعد بآخر مقعد بالطيارة. بعد فترة قصيرة من طيران الطيارة، طلب دان كوبر مشروب، ووصفه وشكله كان قاعد بهدوء وما كأنه معه متفجرات، يعني من الأخير ما حد شك فيه، وكان كل شيء بالطيارة ماشي بهدوء وسلام. وبعد دقائق من طيران الطيارة، اللي فجأة قال دان كوبر حق واحدة من موظفات الطيارة الشيء اللي هو قاعد يخطط له، انه يفجر الطيارة اذا ما قدموا له فدية مالية. هذه موظفة الطيران اسمها فلورنسا وكانت جدا خايفة، ما تلام صراحة. شلون علمها دان كوبر؟ دان كوبر عطاها ورقة، وفلورنسا اخذت الورقة وما اهتمت لها، لان عبالها انه قاعد يقازلها مثل باقي الركاب، لان دائما الموظفات يتعرضون حق هذا النوع من التحرش، فما اهتمت حق الورقة ولا فتحتها. هني دان كوبر لما شاف انها اخذت الورقة وما اهتمت لها ولا فتحتها، قال لها لو سمحتي من الافضل لك انك تفتحين الورقة وتقرين شنو في داخلها، لان معاي قنبلة. هني فلورنسا خافت وكانت هي منزلة راسها، رفعت راسها وقعدت تطالع بعينه، عرفت ان الامر جدي، الرجال ما قاعد يتشذب، في شيء بعيونه يخوف. هني اضطرت فلورنسا علشان حماية نفسها وحماية الركاب انها تفتح الورقة وتقرأ شنو داخلها. افتحت الورقة ولقيت مكتوب بالخط العريض ان دان كوبر يقول ان معاي قنبلة وابيك تقعدين جنبي. طبعا موقف فلورنسا ما حد وده ينحط فيه، شيء يخوف، فاضطرت انها تقعد جنبه وقالت له ورني القنبلة اللي موجودة داخل الجنطة. فتح لها الجنطة ووراها القنبلة، ولما شافت القنبلة هني شوي قلبها يوقف لان الرجال صدق قاعد يتكلم بجد. قالت له انزين شنو تبي انت؟ قال كل اللي ابي 200 الف دولار وبعض الاغراض الثانيه اللي راح اطلبها منكم، وقال خليهم يوقفون الطياره عند مدينه سياتل المدينه اللي هم اساسا رايحين لها، وقال لها دير بالك اي شخص يتهاون باللي عندي لان انا بايعها وعادي افجر الطياره ما اهتم، يعني الرجال من الاخير بايعها. هني المضيفه جدا خافت لان ممكن اي شخص غبي يسوي شيء غبي ويخلي الرجال هذا يفجر كل شيء، فهني خافت وقعدت تتخيل شلون الطياره انفجرت فيهم وشلون هي ماتت وشلون امها وابوها قاعدين قدام الاخبار ويطالعون خبر وفاتها، شيء جدا صعب. هني فلورنسا اخذت نفس عميق وراحت حق غرفه الطيار وقالت له بكل شيء، وهناك الطيار بلغ برج المراقبه الجويه الخاص بمطار سياتل عن الحاله اللي هم فيها، ان في شخص معانا بالطياره وراح يفجر الطياره اذا ما قدمتوا له مبلغ 200 الف دولار واشياء ثانيه هو راح يطلبها. اخر شيء قال الطيار ان الطياره مليئه بالركاب وممكن باي لحظه تنفجر، فحاولوا انكم تسرعون لان الموضوع جدي. وبنفس الوقت الطيار سوى حركه ذكيه، اوهم الركاب انهم راح يتاخرون شوي على ما يوصلون حق سياتل، لان الطياره فيها صعوبات فنيه شوي، فيضطرون انهم يطيرون بالجو لين يوصلون حق سياتل. وطبعا الطياره لا فيها صعوبات فنيه ولا شيء، بس قاعد يعطون مهله حق الحكومه انها تفكر شلون تجيب ال 200 الف علشان تعطيها حق دان كوبر. وهذه الحركه الذكيه اللي سواها الطيار علشان الركاب ما يخافون، واذا خافوا الركاب راح يسوون ازعاج، فعلشان يتحاشى الازعاج راح يسوونه قال لهم انه في صعوبات فنيه. وفعلا الركاب تفهموا الامر وسكتوا، وبسرعه طلع رئيس طيران نورث ويست اورينت اللي هي الطياره المخطوفه وقال حق الطاقم حاولوا انكم تقدموا له اي شيء ولا ان سمعه الطياره تنزل، لان اذا انفجرت الطياره خلاص ما حد راح يركب الطيران هذا، راح يخافوا منها. وقالت له بكل شيء، احنا راح نقدم له كل شيء، احنا الحين قاعد نجمع المبلغ اللي يبيه والاشياء المطلوبه وراح نعطيه، وحاولوا انكم ما تستفزونه لان ممكن يكون شخص مجنون عادي فجر الطياره. الحين اكثركم يقول اوف هذا دان كوبر مجرم، شلون قدر يسوي شيء مثل هذا، يخطف طياره ويطلب مبلغ كبير 200 الف دولار وبعد هم قاعد يقول اذا ما اعطيتوني اياها راح افجر الطياره، راح تقولون ان هذا الشخص جدا سيء. بس خلوني اصدمكم، طبعا كلكم تعرفون الشخص اللي وصل رساله دان كوبر
الخبر هي فلورنسا مضيفة الطيران، هو يقول لها وهي تروح تقول، فمعناته فلورنسا هي أكثر شخص بالطيارة قاعد معاه وتكلم معاه. فبمجرد إني أقولكم شخص خطف طيارة كلكم تفكرون إنه مجرم وكان جدا عصبي ويبي فلوس بأسرع طريقة ودائما أسلوب التهديد. بس تخيلوا إن دان كوبر ما كان هذا أسلوبه، كان شخص هادي ويتكلم كل احترام، لدرجة إن فلورنسا قالت إنه هو محترم أكثر من عشرات الركاب الموجودين بالطيارة. أنتم متخيلين هذا الكلام؟ وأصدمكم الصدمة الكبيرة، تخيلوا فلورنسا كأي شخص راح تكون متوترة وخايفة. تخيلوا إن دان كوبر كان يهديها ويقولها لا تخافي، يعني تخيلوا الشخص اللي خاطف الطيارة هو اللي يهدي، شيء مو معقول، بس يمكن هذا كان أسلوبه. وحسب ما قالت فلورنسا إنه كان رجال طليق اللسان، يعني يتكلم كل احترام. حتى تخيلوا فلورنسا تقول إن حتى المشروبات اللي طلبها دفع حسابها وأكثر من حسابها، شيء غريب. بس يمكن دان كوبر كان عنده حكمة بهذا الشيء، أو يمكن هو شخص محترم بس اضطر إنه يخطف الطيارة هذه واضطر إنه يأخذ هذا المبلغ. وفي بعد مضيفة ثانية قالت إنه كان شخص لطيف وكلش ما كان عصبي وما شفت على وجهه علامات الوحشية والإجرام، يعني كشخص خاطف طيارة. وقالت اللي أغرب من هذا إنه قدم وجبات حق كل طاقم الطيارة على حسابه، ما أدري شنو اللي كان يدور بمخه، شخص غريب. وبهذا الوقت الطيارة قعدت تطير لمدة ساعتين بالجو، إلى أن وصل خبر حق طاقم الطيارة من شرطة سياتل إنه تم جمع الفدية المطلوبة اللي هي $200,000، وطلبت من الطيار إنه يهبط بالمطار، وكانوا مجهزين كل الأمور الأمنية علشان الحيطة والحذر يمكن يفجرها بأي وقت. وأول ما نزلت الطيارة في مطار سياتل، دان كوبر قال حق المضيفة وصلنا حق مطار سياتل صح؟ قالت المضيفة إي وصلنا والفدية جاهزة وكل اللي طلبته جاهز، الحين خلونا نعرف شنو خطة القادمة. وبعد ما وصلوا حق مطار سياتل، قام دان كوبر من مكانه وراح حق مقدمة الطيارة عند قائد الطيارة، وطلب من قائد الطيارة إنه يطفي الليتات علشان الشرطة ممكن حاطين قناص وإذا شافوا المجرم راح يرمونه. فكان دان كوبر رجال ذكي حتى بأدق التفاصيل، وجاء رئيس شركة الطيران بزي مدني ومعاه الفدية. وأول ما وصلت الفدية اللي هي $200,000 بإيد دان كوبر، طلب دان كوبر من المضيفين إنهم يطلعون الركاب ويطلعون مع الركاب. وبعد ما صارت الطيارة فارقة من الركاب، بس اللي موجود دان كوبر وبعض الطاقم والطيار، قعد دان كوبر يناقشهم بأشياء تخص الطيارة، تخص الجو، تخص الوقود مال الطيارة، تخص أشياء واجد بالطيارة. هني عرفوا طاقم الطيارة إن دان كوبر قاعد يخطط إنه يطير مرة ثانية. فقال دان كوبر حق الطيار المساعد إن الوجهة اللي هو يبيها هي مكسيكو سيتي، وطبعا الوقود ما راح يكفي حق مكسيكو سيتي، فقال إنه راح ننزل بأحد المطارات اللي قبل مكسيكو سيتي ونعبي وقود ونطير مرة ثانية. وطلب من الطيار إنه يطير بمستوى مو مرتفع وبسرعة أخف من المعتاد. وأنا بداية القصة قلت لكم إنه طلب فدية $200,000، وقلت لكم شغلات ثانية طلبها، بس ما قلت لكم شنو هذه الشغلات. الشغلات اللي طلبها 4 مظلات هبوط باراشوت، لكن الحين أكثركم يفكر يقول إنزين شنو راح يسوي بالباراشوت؟ وش معنى طلب 4؟ وشنو يخطط له؟ يمكن قاعد يحاول إنه ينجز من الطيارة، وهذا جدا مستحيل لأن الجو بهذاك الوقت ما يساعد، وبعدين الطيارات المدنية صعب منك إنك تنجز منها. وبعد ساعتين من التوقف في مطار سياتل، طارت الطيارة مرة ثانية من جديد، وكان على متنها دان كوبر والقائد ويليام سكوت ومساعدة راتك زاك والمضيفة تينا، وهم بعد معاهم مهندس طيران مختص، وهذا غير الطيارتين الحربيات اللي قاعد يلحقون الطيارة ويشوفون شنو بيسوي. والطيارة وهي تطير بالمستوى اللي طلبه دان كوبر إنه ما يكون مرتفع وما تكون سرعة الطيارة سريعة، طلب دان كوبر من المضيفة إنها تروح حق نهاية الطيارة وتسكر على نفسها الباب. والحين صار الجزء الخاص بالمسافرين ما فيه غير دان كوبر بروحه. وبعد دقائق معدودة وصل حق الطيار تنبيه إن الباب الخلفي للطيارة انفتح، طبعا اللي فتحه دان كوبر. وبما أن طاقم الطيارة وقائد الطيارة يدرون إن دان كوبر عنده مظلة وانفتح الباب، معناتها إن دان كوبر راح ينقذ. وفعلا طاقم الطيارة لما فتحوا الباب وراحوا حق الجزء الخاص بالمسافرين اللي كان قاعد فيه دان كوبر، ما لقوا دان كوبر ولقوا الباب مفتوح. وين دان كوبر؟ اختفى. وعلى طول قائد الطيارة بلغ السلطات الأمنية إن دان كوبر اختفى أو نقز من الطيارة، وانطلقت بسرعة البرق عمليات البحث، سفن بحرية، مركبات جوية، مروحيات، شرطة بكل مكان علشان يشوفون المجرم وين طاح أو وين نقز. وهني الشرطة متأكدين تماما إن دان كوبر طاح بالغابة اللي كانت تطير الطيارة فوقها، يعني بما أن الطيارة كانت تطير فوق غابة وانفتح الباب ونقز معناته طاح بالغابة، فقعدوا يدورون بالغابة. وطبعا الطيارة اللي كان مختطفها دان كوبر انزلت في مطار رينو الخاص بمدينة نيفادا، وعلى طول الشرطة اقتحموا الطيارة وقعدوا يفتشونها وياخذون بصمات الخاطف اللي هو دان كوبر. بس للأسف الشرطة لقوا 66 بصمة ما يدرون أي وحدة حق دان كوبر، وغير هذا لقوا الجاكيت اللي كان لابسه بس ما راح يعرفون إنه هذا حق منه، ولقوا مظلتين هوائية اللي هي الباراشوت ممزقة. والخلاصة ما لقوا ولا شيء يدلهم على هوية دان كوبر. أما اللي يتعلق بالمكان اللي صارت فيه عمليات البحث اللي يقولون إن دان كوبر هبط فيها، كانت الآراء بين الشرطة مختلفة، لكن معظم الشرطة والخبراء اتفقوا على المكان اللي هبط فيه هو غابات جنوب واشنطن، وسووا تجربة بإنهم قطوا جسم وزنه 91 كيلوغرام من المكان اللي نقز منه دان كوبر، ولاحظوا إن هذا الجسم طاح بنهر
لويس اللي يقع في الجنوب الغربي من منطقة واشنطن. طبعا اللي ما يعرف انك تنجز من طيارة مدنية خاصة بالركاب هذا شيء جدا خطير، وتخيلوا ان دان كوبر نجز من هذه الطيارة اللي شيء جدا خطير انك تنجز منها، وغير هذا انه بالوقت المسائي يعني ما يدري شنو تحته، وفوق هذا انه كان الجو جدا سيء ممطر ومخيف، شلون جت الجرأة انه ينجز؟ وطبعا مثل ما قلت لكم من قبل دان كوبر رجال ذكي، تعمد انه ينجز بهذه الظروف لان الطيارات الحربية اللي كانوا يتبعون الطيارة ما لاحظوا جسمه، يعني الجو جدا كان سيء فما راح يلاحظون جسمه الصغير اذا نجز ولا لا، ولا راح يعرفون هو وين نجز اصلا. حتى بعض الشرطة جاهم شكوك ان دان كوبر اساسا ما قدر يفتح المظلة من كثر ما الجو جدا سيء. وبعد ايام من اختفاء دان كوبر والشرطة ما توصلت لاي وسيلة توصلهم حقه، ما قدرت الشرطة الا تسوي شغلة واحدة انها تنشر الرقم التسلسلي حق العملة اللي كان ماخذها. طبعا باي فلوس بالعالم في رقم تسلسلي يختلف عن الفلوس الثانية، فهم انشروا الرقم التسلسلي هذا بكل مكان. طبعا هم ما يعرفون دان كوبر ولا احد بالعالم يعرف دان كوبر، فدان كوبر اذا قدم الفلوس هذا والناس اذا قروا الرقم التسلسلي المطلوب يروحون يبلغون عنه ان هذا هو دان كوبر، لان الرقم التسلسلي هذا اللي موجود بالفلوس هذه موجوده فقط عند دان كوبر ومو موجوده عند اي شخص بالعالم. فبهذه الطريقه ممكن الشرطه راح تتوصل حق دان كوبر، لكن للاسف مرت سنه وما حد بلغ، فاضطرت الشرطه انها تنشر مره ثانيه الارقام التسلسليه وحطت مكافاه تصل الى 15% من الفلوس اللي هي 200,000. 15% يعني الشخص اللي راح يبلغ عنه راح ياخذ 30,000 دولار، ومبلغ مو هين. بس الشرطه حطت المكافاه هذه لعل وعسى في احد يبلغ، وطبعا هذه مكافاه كبيره، ففتحت فرصه حق المحتالين انهم يكذبون. ففي شخصين زوروا الفلوس مبلغ 20 دولار، وكتبوا عليه الرقم التسلسلي هذا وقالوا ان احنا عندنا الفلوس اللي فيها الرقم التسلسلي المطلوب عشان ياخذون 30,000 دولار، بس تبين بعدين انهم مزورين هذه الفلوس وما اخذوا ولا شيء. وفي شخص قال ان انا خاطف الطياره انا دان كوبر، وقال سووا معي مقابله، واذا تبي تسوون معي مقابله اعطوني مبلغ مالي علشان اسوي معكم مقابله. ومن الاخير عرفوا ان شخص كذاب، وظلوا الشرطه يبحثون عن دان كوبر بكل مكان. وفي ناس قاموا يجون يبلقون انهم شافوا دان كوبر، وطبعا ما عندهم لا صوره عنه ولا شيء، بس قاعد يقولوا لهم شلون كان شكله ملامح وجهه. والشرطه اخذوا كذا شخص يقول انه شاف دان كوبر، وقالوا الاوصاف ورسموا صوره قالوا ان هذا دان كوبر حسب الشهود اللي شافوه. والشرطه صارت تاخذ اي شخص اسمه دان كوبر وتستجوبه تشوف يمكن هو يكون دان كوبر الخاطف. طبعا في اشخاص واجد اسمهم دان كوبر، لكن كل مساعي الشرطه انهم يبحثون عن دان كوبر فشلت، ما عرفوا وين ولا يعرفون من هو. كل اللي يعرفون اسمه دي بي كوبر، هذا الاسم اللي حجز فيه الطياره، وللاسف هذا مو اسمه الحقيقي، عشان من الاخر الشرطه لا تروح تاخذ اي شخص اسمه دان كوبر وتستجوبه لان هذا مو اسم الخاطف الصجي. الحين كلكم تقولون زين ممكن كويلي مثل ما انت قاعد تقول انه نجز بجو جدا سيء، فممكن دان كوبر لما نجز مات؟ هذا اللي اجزم عليه المحققين ان دان كوبر مات، لان قالوا ان الشخص ينجز من الطياره حتى لو ما كان الجو سيء بهذا المستوى، ويكون حتى لو معاه باراشوت راح يلقى صعوبة انه يفتح الباراشوت، وحتى لو فتح الباراشوت راح يموت، يعني عطوكم اياها من الاخير. فما بالكم شخص نجز بجو جدا سيء، فقاعد يقولون المحققين انه مستحيل فتح الباراشوت. وقال عميل FBI ان شخص ينجز بوسط الغابة وما يكون معاه لا اكل ولا شرب، حتى لو نقول انه قدر يفتح الباراشوت ونقول انه طاح وبامان ما مات، راح يموت من الجوع والعطش، لانه قاعد يقولون المنطقة اللي طاح فيها وسط الغابة، يعني مستحيل راح يوصل حق شارع او راح يوصل حق منطقة يقدر ياكل منها او يشرب. فيقولون لو انه ما مات من القفزه راح يموت من العطش والجوع. وقال بعد ان الموضوع قام يصير جدا معقد، لان حتى جثته ما لقيناها، دورنا بكل الغابه ما لقيناها، يعني وين اختفى؟ هني عميل FBI كانه قاعد يناقض نفسه، كانه قاعد يقول مات، كانه قاعد يقول انه ما مات، لانه لو يقول انه مات اكيد راح يلقون جثته، وبما انه ما لقوا جثته معناته انه ما مات، فالموضوع صار جدا معقد. وفي شيء خلى الشرطه يعرفون ان دان كوبر عنده خبره كبيره بالقفز من المظلات، قاعد يقولون انه يمكن كان جندي مظلات لان عنده خبره قويه، لكن يقولون الشرطه ان بعد سنوات اقتنعنا وعرفنا انه ما كان اساسا جندي حق مظلات، ولا كان يعرف شلون ينجز بالمظله او يفتحها، لان لو كان جندي مظلات راح يعرف ان الجو هذا جدا سيء ومستحيل راح يعيش. الخلاصه ان كل المحققين اجزموا ان في صعوبه من انه راح يعيش، وقالوا ان الخاطف اللي حير العالم مات وانتهى خلاص. من الاخير المحققين ريحوا بالهم، وبصراحه ما يلومون شيء معقد، اكيد الحين اغلبكم قاعد يفكر فيه زين وين راح؟ وين اختفى؟ بس تعالوا هم هذا غير معقول من المحققين انهم يقولون شخص مات، زين مات تلقون جثه،
جثته، بس وين جثته؟ مو موجوده، بس يسكرون الموضوع باي طريقه. فلو نقول مثل كلام الشرطه ان دان كوبر مات، الشرطه بحثت بكل الغابه، هل من المعقول ان ما لقوا جثته او ما لقوا المظله اللي نقز فيها او حتى ما لقوا الفلوس اللي كانت معاه؟ ما تحسوا ان الشيء غريب؟ بس واحد يقول بان عدم عثورهم على الجثه هذا ما يؤثر على الفرضيه انه هو مات، لانه يقول ممكن مات وبما ان كان الجو سيء امطار وسيول، فنقول ان الجثه اندفنت تحت الارض والاغراض معاه اندفنت. فالحين اكثركم مطمئن ان اوكي دان كوبر مات واندفن تحت الارض هو واغراضه، فعلشان كذي الشرطه ما لقوه. لكن في البعض منكم اتوقع مو مطمئن حق هذا الشيء ان دان كوبر مات واندفن وحاب يعرف عن القصه اكثر، فممكن في البعض منكم عنده فضول كبير وما اطمئن ان دان كوبر مات واندفن او مو داش مخه هذه السالفه. فخلوني اقول لكم شنو اللي صار بعد 9 سنوات من الحادثه. في سنه 1978 وعلى بعد 13 ميل من مدينه كاسل روك التابعه حق واشنطن، كان في صياد قاعد يلاحق غزال يبي يصيدها، والغزال كانت تركض، ولما وقفت الغزال وجه مسدسه عليها ورمى، بس للاسف الرميه ما صابت الغزال ونحش الغزال. هني كشخص قاعد يصيد حس انه كان وده يصيدها بس ما قدر، فنزل راسه بالارض وهو قاعد يحاول يشيل الطلقه ويحط طلقه ثانيه، فشاف شيء صدمه بالارض وكان مغطي التراب شوي، لقى لوحه ومغطيها التراب شوي، فلما مسك اللوحه هذه وشال التراب منها لقى انها لوحه فيها تعليمات متعلقه بالطيران. الصياد بعد ما مسك اللوحه هذه وقرا تعليمات الهبوط من الطائره على طول راح حق الشرطه وقدم لهم هذه اللوحه وقال لهم المكان اللي لقاه فيه. هني الشرطه صار عندها فضول يعرفون المكان هذا هل هو المكان اللي هبط فيه ولا لا، فعلى طول الشرطه بسرعه راحوا حق الموقع وقعدوا يدورون حق اي دليل ممكن يوصلهم حق دي بي كوبر، وبالذات ان اللافته اللي لقوها فيها تعليمات كيفيه الهبوط من الطائره انه يفتح الباب الخلفي وينقز وما يتعور او ما يصير له شيء، والموقع هو الموقع اللي نقز فيه الخاطف، معناته اكيد هذه الورقه كانت مع الخاطف، وهم معناته ان الخاطف طاح بهذا المكان، وهم بعد اللافته كانت تابعه حق الطياره 727 اللي هي الطياره اللي كانت مختطفه واللي نقز منها كوبر. هذه اللافته البسيطه خلت القضيه تنفتح مره ثانيه ويبداون الشرطه بحث من جديد لعله عسى يوصلون حق الخاطف او يوصلون حق جثته اذا كان ميت. في شهر فبراير سنه 1980 في عائله صغيره كانوا طالعين عطله مع بعض، عطله جميله وهاديه. العطله هذه كانت بوسط الغابات وحاطين لهم مخيم قريب من نهر اسمه نهر كولومبيا. النهر هذا مو بعيد عن مدينه فانكوفر تابعه حق ولايه واشنطن. مثل ما قلت لكم العائله مستانسه وسعيده، جاهم صراخ من ولدهم الصغير قاعد يصرخ ومعاه فلوس، فلوس واجد مو شويه. الولد هذا ابو 8 سنوات كان يلعب عند النهر، عثر على شيء يسمونه رزمه، رزمه يعني فلوس واجد، شيء ربطه فلوس، وعثر عليها رزمتين مو رزمه واحده، وقيمه هذه الرزمتين 5800 دولار. كانوا مدفونين تحت التراب وهو كان يلعب بالتراب شافهم. كانت هذه الفلوس النقديه بعضها متشقق من الماي والتراب والظروف الجويه والاشياء، بس البعض الثاني كان زين. فعلى طول العائله راحوا واستدعوا الشرطه، وبعد الاختبارات اللي سووها على الفلوس هذه اكتشفوا ان هذه الفلوس هي اللي كانت مع كوبر، وهذا الاكتشاف خلى المحققين يخمنون كثير، يخمنون يعني يفكرون، يعني يعطون تفكير مستقبلي ان لو كان كذا كان صار كذا. يقولون ان الاموال هذه انجرفت في نهر كولومبيا الى ان وصلت حق الموقع اللي لقى فيها الطفل واندفنت تحت التراب. هذا الاكتشاف هدم كل اسس البحث الامنيه، يعني معناته ان الشرطه والقوات الخاصه وهذول الاشخاص كلهم قاعد يبحثون بمكان بعيد عن المكان اللي سقط فيه دان كوبر. وهذا الاكتشاف الجديد خلى المحققين يفكرون بفكرتين. الفكره الاولى ان دان كوبر بعد ما نقز مات والفلوس انتقلت من النهر الى ان وصلت بهذاك الموقع، والاحتمال الثاني يقول ان دان كوبر ما مات وانحاش بما ان الشرطه طول السنين اللي فاتت قاعد تدور بالمكان الغلط. والحين خلوني اسوي شيء غريب انا بسميها مصارعه بين هالفرضيتين، اللي هي الاولى ان دان كوبر مات وانجرفت الفلوس، والفرضيه الثانيه ان دان كوبر ما مات وبما ان الشرطه قاعد تدور بالمكان الغلط نحش. الفرضيه الاولى اللي هي انها تقول دان كوبر مات، اوكي بما انكم تقولون ان النهر جرف الفلوس، ايش معنى جرف 5800 دولار؟ ليش ما جرف الفلوس كلها؟ الفلوس كلها 200000 دولار. ونزين بما ان جرفت الفلوس ليش ما جرفت جثه دان كوبر، ملابسه، مظلته، اي شيء يدل على ان دان كوبر مات؟ وبعدين ال 200000 دولار كانت داخل حقيبه، ايش طلع ال 5800 دولار من الحقيبه؟ شيء مو معقول، الامر جدا غير منطقي. اذا ممكن دان كوبر خذ الفلوس هذه وقطها بالنهر علشان يوهم الشرطه انه مات، وبهالطريقه هذه يتلاعب دان كوبر بالموضوع ويخلي الشرطه تتشتت مثل ما خلانا نتشتت الحين، او مثل ما يقولون في بعض الناس ان الرزمتين هذه طاحت من دان كوبر بعد ما نقز، وان بحث الشرطه بالمكان الغلط خلى الحريه حق دان كوبر انه ينجو وانه يروح ويعيش حياته، لانهم لو مدورين بالمكان الصح كان لقوا دان كوبر. وفي سنه 1986 لقوا الشرطه هيكل عظمي عند النهر، بس للاسف الهيكل العظمي هذا طلع حق مره مو حق دان كوبر. وفي عام 2008 في اطفال لقوا مظله هوائيه بالقرب من مدينه امبوي اللي بواشنطن، لكن للاسف اكتشفوا الشرطه انها من مخلفات الحرب العالميه الثانيه، مو
دان كوبر. فكل التفاصيل هذه، الهيكل العظمي والمظلات اللي لقوها، كلش مو خاصه بقضيه دان كوبر. الشيئين الوحيدين اللي خاصين بقضيه دان كوبر هي الرزمتين الماليه اللي لقوها ولافته التعليمات اللي كانت بالطياره. خلاصه الموضوع، الشرطه ما عرفت منه هذا دان كوبر، او مثل ما كانوا يسمونه دي بي كوبر، هذا الاسم اللي حجز فيه الطياره، ولا حتى يعرفون اسمه الحقيقي. كل اللي يعرفونه اسمه دان كوبر والرسومات اللي رسمها شهود العيان، الاشخاص اللي شافوه بهذاك اليوم. من كثر ما الشرطه مأزمها موضوع دان كوبر، رسموا صور جديده حق دان كوبر وهو صار عجوز، لان بهذاك الوقت كان شخص تقريبا عمره بالاربعينات، فمع الوقت اكيد كبر وتغيرت ملامحه، فرسموا صور جديده له وهو عجوز. ايش رايكم نتعرف على دي بي كوبر الخاطف؟ ادري ان هذا السؤال بقلبكم كلكم، مثل ما هو بقلبي، انا ودي اعرف منو هذا الخاطف؟ الشخص الغريب الغامض اللي حير دوله كبيره وقويه بقوه امريكا. علشان الشرطه يعرفون منو هذا دي بي كوبر، شكوا بكثير من الناس انهم هم المشتبه فيهم، وبالذات ان عندهم كفاءه بمجال القفز من الطياره، وكل مره الشرطه يشتبهون بشخص ويطلع لهم شخص ثاني ويشتبهون فيه اكثر، ويطلع لهم شخص ثالث ويشتبهون فيه اكثر، الى ان وصل الوقت ان جت مره اسمها مارلا كوبر، قالت هذه المره ان عمها هو الخاطف اللي هو يسمي نفسه دي بي كوبر، وقالت ان توفى في سنه 1999. وغير هذه المره في ناس واجد جو وتكلموا وقالوا القصص واجد، بس في قصه واحده حيرتني وشدت انتباهي، هي قصه شخص اسمه ريتشارد ليبسي. هذا ريتشارد ابو حق 4 اطفال، اختفى في اكتوبر 1969 وكان عمره 33 سنه، وتم العثور على سيارته بعد 3 ايام من اختفائه عند مطار محلي ومفاتيحه كانت داخلها. وفي رجال يقول انا شفت هذا الشخص وهو يركب طياره متجه حق المكسيك، فبعدها تسكرت قضيته، مختفي ما يدرون عنه. وبعد سنتين من اختفاء هذا الرجال اللي هو ريتشارد، انتشرت رسومات اللي انشروها الشرطه حق دان كوبر ان هذا الشخص مطلوب بهذه الملامح. فعائله ريتشارد اول ما شافوا هذه الرسومات قالوا ان هذا هو الشخص المفقود اللي احنا كنا ندور عليه، اللي هو ريتشارد اللي اختفى فجاه قبل سنتين، مع ان الرسومات اللي يرسمونها الشرطه تكون شوي بارده، يعني صعب انك تعرف ان هذا الشخص المرسوم هو الشخص اللي يبونه. بس تخيلوا ان عائله ريتشارد من اول ما شافوا الرسمه قالوا ان هذا هو ريتشارد، فهل تتوقعون ان ريتشارد الشخص المفقود هو دان كوبر؟ خلوني ازيدكم من شعر بيت. ريتشارد اول ما فقدوه عائلته كان لابس لبس، واللبس اللي كان لابسه نفس اللبس اللي كان لابسه دان كوبر لما اختطف الطياره. وخلوني اصدمكم اكثر، الحذاء اللي كان لابسه دان كوبر لما اختطف الطياره نفس الحذاء اللي كان مفضل حق ريتشارد اللي كان يلبسه دائما، شيء غريب. وكان هذا التصريح من عائله ريتشارد ان دان كوبر هو ريتشارد، واللي اكد على هذا هو الشهود اللي كانوا بالطياره. هني الشرطه بداوا ياخذون صوره دان كوبر وصوره ريتشارد وقاعد يطبقون التشابه بينهم. طبعا بغض النظر ان التشابه بينهم جدا كبير، اللهجه اللي كان يتكلم فيها دان كوبر هي نفس اللهجه اللي كان يتكلم فيها ريتشارد، هي لهجه سكان الوسط الغربي اللي بامريكا، وهي المدينه اللي كبر فيها ريتشارد بشيكاغو. والشرطه اعتبروا ريتشارد انه مات بسنه 1976 بصوره رسميه من الدوله. وطبعا الكثير من الناس امنوا ان دان كوبر هو ريتشارد، بس للاسف ما في دليل ملموس يثبت هذا الشيء. بس تدرون ان ملف القضيه تم اغلاقه بعد 45 سنه من الاختطاف، واغلقوها بدون ما يعرفون منه هذا دان كوبر. خلاص الموضوع صار جدا محير ويتعب العقل. فعشان كذي قلت لكم ان هذه من اكثر القصص غموض، الاختطاف غموض. الرجال اختفى كانه مو موجود. فانت كمتابع وشفت القصه كامله، هل تعتقد ان دان كوبر مات ولا حي وعاش باسم ثاني؟ اكتب رايك تحت بالكومنت، ابي اقرا كل ارائكم. وطبعا اكيد يسعدني لما اقرا ارائكم، يسعدني لما اسوي لكم لايكات على ارائكم. فالحين خلوني اعطيكم الفيلم اللي قلت لكم فيلم عجيب. الفيلم اسمه ريد اي. هذا الفيلم يتكلم عن شخص اختطف وحده بالطياره، كانت قاعده جنبه بالمقعد الجانبي وخطفها، يعني هي مو خاطفها من البدايه، بس خطفها انه كان قاعد معاها وقاعد يهددها انه راح اقتلك او انه راح اقتل ابوك. فهني المره لازم توصل رسالتها حق المضيفه انها تنبهها ان الرجال هذا قاعد يهدد انه يقتل ابوي. هني الشرطه بداوا ياخذون صوره دان كوبر لان هالرجال يعرف وين ابوها وين ساكن، وداز شخص يوقف قدام بيت ابوها. فانتوا راح تشوفون الاحداث واكيد راح تعجبكم. فبس اذا عجبك مقطع اليوم لا تنسى تسوي لايك واشتراك بالقناه اذا ما كنت مشترك، وانشر المقطع هذا بكل مكان اذا حيرتك وحاب الناس يسمعون القصه او حاب تدعمني. ويعطيكم الف عافيه واللي جاي احسن.